النهارده هنعمل مع بعض سمكه دنيس كده بالخضار في الفرن، حاجه لذيذه خالص. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي سمكه دنيس حلوه كده متنظفه فريش، عندي توم، عندي خل عنب، عندي بصل اخضر وطماطم، وعندي هنا شويه من الفلفل الحام. طاستي على النار، زيت زيتون، ننزل بالثوم، سيبه كده يسخن مع الزيت. اول ما نسمع ايه الطقطقه دي والريحه هتطلع وتبتدي تخف شويه، هننزل على طول بالطماطم والبصل. قلب كده يسخن مع الزيت عشان نتاكد ان هو ما يتحرقش. زي ما بقول لكم الريحه تطلع، واول ما تبتدي تعدي ننزل على طول بالطماطم، البصل الاخضر، شويه ملح على الطماطم، وسنه من الفلفل الاسود. تقليبه حلوه. مسخن الفرن بتاعي على 200 وسايبه يسخن كده. تعالوا نحضر السمكة مع بعض. هنعمل شقوق كده في السمكة تخليها تستوي أسرع، وكمان وقت الأكل تبقى أسهل في التفصيص يعني. هناخد السمكة بتاعتنا اهو. هعمل ايه؟ هعمل واحد كده بالطول، اهو، وبعد كده بالعرض الناحية التانية. ندي القطعة هنديها تتبيلة خفيفة كده، ملح، فلفل اسود. البصل بتاعي دبل خلاص، والطماطم عندي هنا شوية من خل العنب هنزل بيهم. ومن هنا هاخد السمكة بتاعتي في النص كده، نحط الفلفل صحيح كده زي ما هو خلاص. هناخد بقى العظمة دي على الفرن زي ما قلت لكم تسخن، عايز بس اديها سن زيت زيتون من فوق كده. الفرن بتاعي متسخن على 200، ناخد الطاسة بتاعتنا. طبعا لو ما عندناش طاسة بتخش الفرن بنستعمل بايركس، ندخل اهو ونقفل.